خلينا نروح للحالة الاقتصادية وأهم روافدها وأهم الحرف اللي كانوا يعتمدون عليها. بالنسبة للحالة الاقتصادية طبعا نجد أنه ركز أئمة الدولة السعودية الأولى على الحياة، يعني على تنشيط الحياة الاقتصادية بدءا من الإمام محمد بن سعود عندما حرص على قضية الاكتفاء الذاتي الزراعي داخل الدرعية، ومع توسع الدولة السعودية الأولى وضمها لمختلف المناطق زادت معها موارد الدولة ونشطت معها التجارة ونشطت معها الأسواق، فازدهرت الحياة الاقتصادية وزادت معها موارد الدولة الاقتصادية التي أعادت الدولة صرفها ووجهتها إلى المحتاجين والمساكين وكل ما فيه خدمة للمجتمع. وكانوا يحرصون أن تكون الأسواق جنب المساجد طبعاً، يعني جنب القصور. صحيح. جميل. طيب كلمة أخيرة منك أستاذ فوزية. أقدر أقول أنه يوم التأسيس هو يوم يعكس عمقنا التاريخي والحضاري الممتد لأكثر من 3 قرون، وأعتقد من الجيد أن نعي هذا العمق ونحافظ عليه ونفخر به، وكل عام وطني بعز وخير ونعم. الله يسعدك ونورتينا، وحنا نشكرك على يعني جيتك ومشاركتك معنا في هذا اليوم. شكرا لكم، ما قصرتكم.